السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم: سجل سعر الريال السعودي 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع. أما الدينار الكويتي سجل 75.09 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 6.58 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيل الشكر.